كتابنا النهاردة في غرائب المساء في الفقرة الأولى أو في الوقفة الأولى معانا هيكون كتاب دكتور جيمس باري امرأة قبل وفاتها. الغرائب بنروح مع حضراتكم لكتب غريبة وبنرصد منها قصص غريبة وحكايات غريبة. هذه الوقفة النهاردة هنلاقي فيها قصة إنسانية فيها معاناة غريبة نوعا ما وفيها سر من الأسرار إنه غريب إنه يختبئ كل هذه السنوات وفيها قصة وحكاية إنسانية إحنا بنختصرها لحضراتكم لكن بالتأكيد لما تحملوا الكتاب وتقروه هتلاقوا فيه تفاصيل أكثر متعة وشغف وإثارة وإنسانية من الحكي. القصة بتبدأ إنه في شخص اسمه خلينا نقول شخص اسمه جيمس ميراندا ستيوارت باري هيكون مع حضراتكم غلاف الكتاب حالا ولد طيب دي صورة تقريبية لهذا الشخص والكتاب الغلاف قدام حضراتكم اهو وهتلاقوا النسخة موجودة الأصلية موجودة على الانترنت نحملها ونشغل الترجمة زي ما بقول لحضراتكم الترجمة الفورية بتسهل علينا بتقربنا للمعنى الأصلي للكتاب. طيب هذا الشخص ولد سنة 1789 كانت والدة جيمس باري كان أخت للرسام الأيرلندي الشهير جيمس باري عشان كده اختار جيمس باري لنفسه هذا الاسم عشان يكون جيمس باري بعد كده وينتشر اسمه بهذه الطريقة أو بهذا التوصيف جيمس باري. طيب جيمس باري كان بيحب الدراسة جدا ويبحث عن العلوم وبالتالي التحق بواحدة من كليات الطب أو أكاديميات الطب اللي كانت متاحة في الوقت ده درس فيها واستمر في الدراسة لحد ما تفوق وتخرج وبعد كده هذا جيمس باري أو هذا الطبيب جيمس باري قرر أنه يلتحق بالجيش. بعد التحاقه بالجيش اترفض اول مره. ليه كان بيترفض؟ اترفض من دخول الامتحانات في الكليه لاكثر من مره بسبب انه شكله صغير جدا، ملامحه وديعه جدا، وصوته هادي جدا لدرجه انه الناس ما بتقتنعش انه سنه من سن طلبه الطب وبالتالي كانوا بيخرجوه من الامتحانات يتواصل مع بعض المسؤولين والاقارب يرجعوا يدخلوه تاني الامتحانات لحد ما اتخرج. جه يلتحق بالجيش قالوا له برضه نفس الوصف، شكله صغير، سنه صغير، صوته رقيق جدا، في حاجه غريبه مش مفهومه وبالتالي رفضوا انه يلتحق بالجيش. التحق بالجيش استمر لفتره وكان خلال هذه الفترات اللي كان مستمر فيها كان بيبدع في الناحيه الطبيه، بيحاول يعالج، بيحاول يتعلم، بيدور على اساليب جديده وحاجات كتيره، المهم انه طور من نفسه في ناحيه العلاج والجراحات، لحد ما راح منطقه اسمها كيب تاون في جنوب افريقيا. هذه المنطقة كان رايح يخدم فيها وبعدين وهو هناك اتعرف على حاكم كانت واحدة من المستعمرات البريطانية، تعرف على الحاكم بتاعه وهو تشارلز هنري سومرسيت. تشارلز هنري كان زي كده اللورد بتاع المنطقة دي، بدأ يساعده، بدأ يدعمه، بدأ يوفر له الأدوات اللي هو محتاجها. جيمس باري كان في الرحلة دي وفي الوقت ده بيحاول طول الوقت يساعد الناس وبيحاول طول الوقت يرفع الظلم عن المقهورين جنب إنه كان بيعمل جراحات العمليات القيصرية أو الجراحات الولادة القيصرية وغيرها، كان هو اللي بيجريها وكانت ناجحة جدا وكانت بتعمل صدى كبير جدا وغيرها من جراحات، كان متخصص في أنواع مختلفة في فنون وعلوم طبية مختلفة، قدر يعمل جراحات كتير. رجع مرة تانية سافر هذا اللورد تشارلز هنري رجع إلى بريطانيا وبالتالي فضل موجود لوحده جيمس هذا الشاب الدكتور جيمس باري فضل موجود لوحده لحد بعد فترة سمع أنه اللورد صديقه مريض وبالتالي ترك المكان اللي هو فيه وسافر أنه يكون جنبه وفضل موجود جنبه بيعالجه. كل ده القصة طبيعية جدا ما فيهاش أي حاجة غريبة. فضل يترقى في المناصب والدرجات وبقى واحد من أشهر الجراحين موجودين في العالم في الوقت ده الدكتور جيمس باري، لحد ما اقتربت وفاة هذا الرجل. تعب شوية وخرج على المعاش، توقف عن الجراحات وبعدين حانت لحظة الوفاة. قبل ما يموت كتب وصية إنه محدش يكشف عليه، محدش يطلع على خصوصيات جسده، وانه يدفن كما هو. شيلوني باللبس اللي انا فيه، ما تلبسونيش حاجه ثانيه، ما تعملوليش اي حاجه، شيلوني زي ما انا، ادفنوني زي ما انا. وكان دي وصيه غريبه جدا لانه المنطقي ان هم يكون في تقدير لي يعني بشكل او باخر مع بعض المراسم اللي المفروض او يعني الشعائر المفروض تقام وبالتالي مش هيظل بالملابس اللي كان لابسها. السيده اللي بدات تعده للدفن اعلنت عن مفاجاه غريبه جدا، قالت ان الدكتور جيمس باري
هذا الرجل الذي أفنى 60 سنة أو 61 سنة في خدمة الطب والعلم والتنقل والقوات المسلحة وكل الأمور دي والحياة العسكرية، هذا الرجل كان امرأة وليس رجل. امرأة تدعى إيه؟ امرأة تدعى مارغريت آن بالكلي. ليه قالوا أنها السيدة مارغريت؟ لأن هي كانت نجلة هذه السيدة شقيقة جيمس باري الفنان الرسام الشهير. طبعا إحنا شايفين الملامح، يعني لذلك كان في طول الوقت خلل في التعامل معاه، إن هم مش فاهمين ليه صوته ضعيف، ليه ملامحه وشكلها هادية بالشكل ده، ولكن هو قدر إنه يتقمص دور الرجل كل هذه السنوات، ويسافر بلاد ويشتغل في الجيش ويخرج ويروح يؤدي مأموريات ويتسلم مهمات ويعالج الناس ويعمل جراحات ويتشهر ويبقى الدكتور جيمس باري ويحضر ندوات وكل الحاجات اللي عملها في حياته، ولكن كان في الحقيقة امرأة تخفي حقيقة إنها امرأة وتدعي إنها رجل وتعيش حياة العالم والجراح الدكتور جيمس باري، ولكن هي في الحقيقة بعد بقى فحص ومحص كده وتحري دقة اكتشفوا إنها السيدة مارغريت آن بالكلي بنت أخت الرسام الأيرلندي الشهير جيمس باري، وإنها ولدت سنة 1789 لحد طبعا تاريخ الوفاة بتاعتها بعدها بحوالي 60 سنة 1885 وأكثر كمان. طيب القصة لم تتوقف عند هذا الحد، حصل خجل كبير جدا في بريطانيا في الوقت ده، وقالوا طيب احنا ازاي يعني اتضحك علينا كل السنين دي وكان موجود في مهمات رسمية تابعة للقوات البريطانية والامبراطورية البريطانية وغيرها، يعني الموضوع كان محرج جدا، فقالوا طيب احنا مش هنقول ان هو واحدة ست، هنسكت خالص وندفنه على انه الدكتور جيمس باري، وهنخرج شهادة الوفاة والاوراق بتاعته بانه رجل والدكتور جيمس باري. انتهى المشهد على كده، قالوا للست تكتمي اللي عرفت انه سيدة تكتمي على الموضوع وخلاص وانتهى. بعدها بفترة هذه السيدة خرجت واعلنت بعد انتهاء المشهد طبعا والدفن والكلام ده، قالت لا انا في حصل خديعة من الحكومة البريطانية في الوقت ده، وانه ما دفن هو سيدة وليس رجل، وان جيمس باري هو امرأة وليس رجل، وطلبت بالبحث عن اصل هذا الرجل. هذه السيدة التي عاشت في صورة رجل بدأت الصحافة تدور لحد ما توصلوا الى كينونة هذه المرأة، ولكن ظل السر الغائب انه لماذا اخفت كونها امرأة وظلت في منظر أو في ثياب الرجل كل هذه السنوات، طول عمرها في ثياب رجل وتعيش حياة الرجال وتتعامل مع الرجال، ليه أخفت إنها امرأة؟ وفي سر آخر أعلن عنه كان غريب جدا، إنه هذا الحاكم كان في مدينة كيب تاون اللورد تشارلز هنري، كان يقال ان هم صديقين مقربين، وكان لو تعب بتسافر له وبتروح له حاجات بالشكل ده، فقالوا لا ان هم ما كانوش صديقين، ولكن ربما كان بينهم قصه حب او شيء اكبر، وانه كان يعلم عنها هذا السر، ولذلك كانوا بيجلسوا لفترات طويله مغلق عليهم الباب، محدش عارف بينهم ايه. السر الثالث والمفاجاه الثالثه اللي اعلنت عنها هذه المراه اللي هي تكفلت بتجهيز جيمس باري او المراه بقى جيمس باري للدفن، قالت حاجة مهمة جدا، قالت إنها تعرضت للحمل والولادة، وده كان باين في ملامح الجسد باعتبار إن هذه السيدة يعني متخصصة وبتعرف تفحص تشوف أسباب الوفاة والكلام ده. قالت ملاحظاتي إنه هذه السيدة التي كانت تدعى جيمس باري، الطبيب جيمس باري، كانت حامل لمرة واحدة وأنجبت طفلة. طبعا كل القصص راحت انها انجبت من تشارلز هذا الرجل اللي كان بتتواصل معاه على انها صديق ذكر زيها زيه، وانه في قصه غائبه، ولكن لم يتم التوصل الى اي شيء اكثر من ذلك. وبعد ذلك غيرت شهاده الميلاد لتخرج الوفاه لتخرج باسم السيده مارغريت آن بالكلي. دي حكايه من الحكايات الغريبه، انه انسان يقدر يحتفظ بسر خطير ودقيق ومهم زي ده، وصعب انه يحتفظ بيه كل السنوات دي على مدار ما اكتر من 60 سنه او 70 سنه محتفظ بهذا السر، ويشتغل طبيب ويعمل جراحات. الدكتور جيمس باري امراه قبل وقتها. ده كان كتابنا النهارده، تاليف مايكل دوبريز وجيرمي دورنفيلد، الاثنين دول باحثين عملوا بحث وعملوا تحري دقه وجابوا حاجات وثائق وحاجات بالشكل ده، صدر سنة 2016 في الولايات المتحدة الأمريكية. بدعو حضراتكم ليه قراءة النسخة الأصلية منه.